الله فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين اللهم فرج الكرب يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.